ما حكم التلفظ بالنية عند بداية الطواف؟ نعم، التلفظ بالنية عند بداية الطواف لا يجوز التلفظ بالنية، لا عند بداية الطواف ولا عند الصلاة ولا عند الوضوء ولا عند أي عبادة. النية في القلب، النية في القلب، والتلفظ بها بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم يتلفظون بالنية. الله جل وعلا قال: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فيكفي النية في القلب. نعم.